نفذت إسرائيل تهديداتها واغتالت قياديين بحركة حماس في بيروت، بل في قلب ضاحيتها الجنوبية معقل حزب الله. صالح العروري القيادي في حماس واثنان من قادة كتائب القسام، بالإضافة إلى 4 أشخاص من كوادر الحركة قضوا في اغتيال نفذه سلاح الجو الإسرائيلي مستهدفا مكتبا لحماس في منطقة المشرفية. الرسالة الأساسية في هذا الاغتيال أنها موجهة مباشرة إلى حزب الله، وتحديدا إلى شخص السيد نصر الله أمين عام حزب الله، لأن الشيخ صالح العروري هو الأكثر موثوقية لدى حزب الله، وهو رأس القيادة العسكرية قيادة كتائب القسام في لبنان، والذي ينسق في كل التفاصيل مع حزب الله بمعزل عن القيادة السياسية لحماس. هي ضربة مباشرة لحزب الله. كسرت إسرائيل ما يعرف بقواعد الاشتباك وتجاوزت كل ما قيل إنه خطوط حمر، مستهدفة أحد مباني الضاحية الجنوبية لبيروت بنحو 6 صواريخ. وتفيد المصادر العسكرية أن التحقيقات ترجح أن تكون الصواريخ المستخدمة خارقة وذكية، وأطلقت من طائرات حربية ومن مكان بعيد يرجح أنه فوق البحر. وتستبعد التحقيقات فرضية استعمال المسيرات استنادا إلى عدم قدرتها على حمل صواريخ ثقيلة الوزن من ذلك النوع المستخدم في العملية. كما بيّنت الأدلة الأولية أن إطلاق الصواريخ حصل بشكل شبه متزامن، في حين تواصل التحقيقات البحث عن كيفية حصول هذا الخرق الأمني وسط فرضيتين: الخرق البشري عبر وشاية، أو خرق تقني عبر أجهزة إلكترونية وفرت الإحداثيات. أما الردود المتوقعة من قبل حزب الله فاحتمالاتها محدودة. الخيارات عنده محدودة جدا، أو بده يضرب بالعمل الإسرائيلي بصواريخ الزلزال اللي عنده أو ما شابه، وهيدي بيكون عم بيوقع بالفخ الإسرائيلي اللي بده يستجلب عملية برية يلي الأمريكان عم بيلجمون للإسرائيلية تحت ما يعملوها. الخيار الثاني القيام بعمليات بالخارج المنطقة على دبلوماسيين إسرائيليين أو شخصيات إسرائيلية. الاغتيال قتل 7 أشخاص، 4 مسؤولين فلسطينيين و3 لبنانيين، لكنهم يشكلون الذراع العسكرية لحركة حماس في لبنان. تنتظر بيروت تداعيات الاغتيال الكبير بعد أن تجاوزت إسرائيل السقوف الحمر، والترجيحات تقود إلى رد موجع لا يقود بالضرورة إلى حرب كبرى. يبقى التوقيت بانتظار تحديد حزب الله وحلفائه هدفاً يعيد التوازن إلى قواعد الاشتباك دون الانزلاق إلى ما هو أكبر من ذلك. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، بيروت.